السلام عليكم. الخبر المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، الخبر اللي بيقول اخواتي حبسوني، طبيبة تقفز من الطابق الرابع في مصر. موضوعنا هنطلع بيه لغاية اسم الهرم، تحديدا البلاغ اللي وصل لمأمور الاسم بوجود جثة اسفل العقار السكن المتواجد في منطقة الهرم بعد التحريات وبعد وصول رئيس المباحث. والدنيا لما تعرفت البنت اللي شغالة طبيبة وهي جنسيتها سودانية مش مصرية، اللي اخواتها اصروا ان هي لازم تتجوز حد من طرفهم لان هي جايبة لهم حد غريب بالنسبة لهم ان هي عايزة تتجوزه، ولكن الاخوات رفضوا الموضوع ده تماما، علشان كده حبسوها في الطابق الدور الرابع في العقار السكني في منطقة الهرم، وحبسوها وقعدوها في البيت علشان ما تخرجش ولا تتحرك ولا تيجي، كل ده علشان قررت ان هي ما تتجوزش اللي هم جايبينه، وقررت ان هي تتجوز واحد تاني هي اللي اختارته. الطبيبة ما قدرتش ان هي تستحمل الحبسة اللي كانت حبسها، وكانت متخيلة ان هي من نطها او لما تقفز من الدور الرابع ممكن ان هي تنجو من الموضوع ده شوية، ولكن الامر ما كانش هين او ما كانش ده التفكير السليم، وقعت على طول، وقعت جثة هامدة وصلت للمستشفى، والبلاغ بعد كده زي ما احنا قلناه لحضراتكم. بعد التحريات وبعد الكشف عن الموضوع ده كله، عرفوا بعد كده الشرطة، عرفت بالتحريات وعرفت بعد كده بالتحقيقات ان اخواتها هم اللي حبسوها واصروا على الموضوع ده. حتى بالتحريات وبالتحقيق وباستجابة او بالاستجواب مع بعض الناس المتواجدين في المنطقة اللي هم الجيران، اللي اكدوا ان هي كانت بتتخانق معاهم قبل ما تنط من البلكونة، وكانوا سامعين ان هي بتقول انتم حبسني حرام عليكم، كفاياكم، انا مش عايزة اخد فلان الفلاني وعايزة كذا كذا. الجيران اللي في المنطقة والجيران اللي محاوطين بيها كانوا سامعين الخناقة اللي كانت حاصلة في الشقة السكنية اللي احنا بنقول عليها قبل الليلة دي ما تحصل بدقايق معدودة، واخر حاجة الحقوني انقذوني انا عايزة امشي من البيت، ولكن ما كانش طبعا في استجابة سريعة في حاجة زي كده، علشان كده نطت من العقار السكني اللي احنا بنتكلم عليه. هي نقطة صغيرة هنتكلم لحضراتكم عليها، ألا وهي خلوا أولادكم بناتكم تحديدا هم اللي يختاروا صح يختاروا غلط، القربة هتخر عليهم، دي رقم واحد. ما بنقولش ان هي لما تجيب لك واحد حرامي او تجيب لحضرتك واحد حرامي او تاجر مخدرات او بيشرب مخدرات او واحد صايع او ايا كان حضرتك توافق بيه، ما بنقولش كده تماما، ولكن لو جابت لك واحد على الاقل خالص كويس يقدر يسترها، يقدر يتجوزها، يقدر يحافظ عليها وقلبها اختاره، اعتقد ان انت في الوقت ده او حضرتك في الوقت ده المفروض تقفي مع بنتك في الموقف ده، ما تسيبيش الموضوع اكتر من كده. يعني ما اعتقدش ان حضرتك ممكن تبيعي بنتك لشطان، او ممكن تبيعي بنتك لواحد معاه فلوس ويأذيها او يضربها او يهينها، او تبيعي بنتك لواحد برضو متخيلة حضرتك او متخيل حضرتك انه هو ممكن بفلوسه ونفوذه وعيلته والدنيا دي كلها ممكن انه هو يصرف عليها او ممكن انه هو يحميها او ايا كان، ممكن يبقى آفة بالنسبة لها او حاجة تبقى نقطة سودة في حياتها. المقصد من ده كله برضو خلي بالكم من بناتكم اللي هم عاوزينه حضراتكم، ياريت تحاولوا بقدر الامكان ان انتوا تراعوا النقط دي. يعني البنت مش حابة واحد معين، نعرف ليه السبب، مش عايزة يبقى الموضوع منتهي، اعتقد كده، اعتقد حتى دي التربية في كل الاماكن، حتى في الصعيد دلوقتي بقى بالمنظر ده. ما تجيليش لبنتك واحد وتفكري ان انت اللي جايباه عشان شكله حلو، مع العربية كويسة، مع الشقة كويسة، مع الفلوس الكتيرة، مع الوظيفة الكتيرة، مع العيلة الكبيرة، ان هو كده خلاص بنتك لقت لقية. بالعكس، ممكن تبقى مصيبتها ونهايتها على ايد الراجل اللي حضرتك جبته لها او حضرتك. الكلام برضو للاب وللام وللعيلة كلها بصفة عامة، البنت دي كل ذنبها ان قلبها اختار حد تاني وقالت لهم انا مش عايزة فلان الفلاني اللي انتوا جايبينه. هم قالوا احنا مش هندخل غريب علينا، وكانوا مصرين ان هي تتجوز الشخص اللي هم جايبينه، ولكن هي رفضت الموضوع ده علشان كده حبسوها بالرغم ان هي دكتورة او طبيبة وتعرف كمان تصرف على نفسها، ولكن الامر كان غير كده تماما. التفكير واحد في بعض الاماكن، والتفكير واحد في بعض العائلات او في بعض الامهات وبعض الابهات، علشان كده ياريت تغيروا التفكير ده ومفهوم التفكير ده. ما اعتقدش ان حضرتك او حضرتك فرحان بموت بنتك بالمنظر ده او بموت بنتك بالمنظر ده، كل ده علشان اخواتها حبسوها علشان بس رفضت الجواز من حد هم جايبينه واخد قلبها او اختار قلبها حد تاني.
الله يرحمها رحمة الله عليها، ادعوا لها بالرحمة. ورأيكم في المواضيع دي ايه؟ ورأيكم في الأم أو الأب اللي بيتحكموا في الأبناء علشان يتجوزوا زيجات معينة؟ هل لغاية دلوقتي الموضوع ده موجود ولا؟ بالرغم ان انا عارف الإجابة، ولكن لازم أسأل حضراتكم في نهاية الموضوع. رحمة الله عليها. السلام عليكم.